رفع سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية أسميات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى فضه الله ورعاه على ما تنعم به المملكة من استقرار أمني وتلاحم شعبي بفضل القيادة الحكيمة لجلالته في احتواء جائحة كورونا والسيطرة عليها من خلال توجيهات جلالته رعاه الله بالدفع بالحزمة الاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى قدرة جلالته حفظه الله في احتواء تبعات مثل هذه الأزمات وإدارتها مبكرا، الأمر الذي يؤكد عمق وبعد فكر جلالته رعاه الله في إدارة مثل هذه الأزمات، مؤكدا أن الحالة التي نمر بها اليوم ما هي إلا مخرجات للتخطيط السليم لإدارة الأزمة، مستذكرا الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في التصدي لهذا الوباء واتخاذ الخطوات التنفيذية للحزمة المالية والاقتصادية ودورها في تعزيز الطمأنينة وترسيخ الاستقرار والأمني الصحي في تأمين الحياة المعيشية في ظل تداعيات هذه الجائحة العالمية، منوها بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية ودور سموه في قيادة فريق البحرين الوطني بكل كفاءة ومهنية وما حظي به هذا الفريق من ثقة محلية وإشادة عالمية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في أن تكون البحرين نموذجا دوليا للحد والسيطرة على هذا الوباء، معربا عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لمبادرته الكريمة بتدشين حملة فينا خير والتي تعتبر رمزا للتعاضد والتلاحم والتكافل والإنسانية. جاء ذلك خلال استضافة سعادة المحافظ في برنامج ترابط الذي بثه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الداخلية والذي شارك فيه أكثر من 625 من الجمهور المشارك في البث الحي للوقوف على جهود المحافظة الشمالية في مواجهة جائحة كورونا. وخلال اللقاء شكر سعادة المحافظ الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية على الجهود التي تبذلها إدارات ومديريات الوزارة في مجال العطاء والتضحية والفداء مشيدا بكافة العاملين في الحقل الطبي والأمني ودورهم في دعم فريق البحرين الوطني ومثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق في مواجهة فيروس كورونا وبدورهم في السيطرة والاحتواء على تفشي هذا الوباء منوها بحجم المشاركة الشعبية في تلبية نداء الواجب الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الأمر الذي شكل تلاحما شعبيا خلف قيادة جلالته في مواجهة هذا الوباء مشيدا بجهود سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية والدور الذي يلعبه المعهد في نشر الثقافة والوعي الديمقراطي في مملكة البحرين. بعد ذلك استعرض سعادة المحافظ والجمهور الكريم قانون المحافظات واستراتيجية المحافظة الشمالية في دعم مبادرات تعزيز الولاء وترسيخ قيم المواطنة وما نفذته المحافظة من فعاليات وبرامج تعكس الحرص للوصول لمختلف شرائح المواطنين في مناطق المحافظة من خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإقامة البرامج التي تستهدف فئة الناشئة والشباب ومختلف المشاريع البيئية والحضرية. كما تطرق الحديث حول المدينة الصحية في عالي وتطلعات المحافظة الشمالية بأن تكون محافظة صحية حيث تم تسليط الضوء على أبرز الخطوات والنتائج التي وصلت إليها المحافظة حتى الآن، كما استعرض اللقاء تجربة المحافظة في مجال الشراكة المجتمعية ودورها في دعم التطوع والعمل التكافلي في مشروع بيوت الخير وقانون العقوبات البديلة وتجربة المحافظة الشمالية في تنظيم العمالة الغير نظامية وسياسة التغيير إلى ما بعد كورونا والدروس المستفادة والحلول المرتقبة. في الحقيقة اليوم سعداء باستضافة معهد البحرين للتنمية السياسية لتسليط الضوء على استراتيجية المحافظة الشمالية، وأيضا أن احنا أيضا بهذه المناسبة يعني نرفع إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يعني بالغ العرفان والولاء والوفاء للسياسات الحكيمة التي اتخذت لمكافحة جائحة كورونا مؤخرا، وأصبحت البحرين اليوم نموذج عالمي وتجربة عالمية لهذه المكافحة، وفعلا احنا اليوم نشاهد هذا التجسيد والتلاحم بين الشعب والقيادة دليل على ان فعلا ان البحرين هو فريق وطني واحد امام التحديات
وهو ليس بالبعيد على شعب البحرين لحب لقيادته. ونحن نرى أيضا قيادة هذا البلد العظيم اللي شرفنا إن تكون البحرين نموذج عالمي إنه اهتم بالإنسانية. ونحن فعلا اليوم نشاهد يعني ملك الإنسانية في البحرين يهتم بالمواطنين والمقيمين على حد سواء لمكافحة هذه الجائحة، وهو فعلا محل فخر والاعتزاز. كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله دائما البحرين إلى الأمام بإذن الله.